عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، لقاء اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى الهادي جل جلاله. يتساءل الإنسان كيف تهتدي هذه المخلوقات في هذه الحياة؟ هداية إيمان وهداية دلالة، فالله عز وجل هدى الإنسان وأعطاه من الحواس، وأرسل له الرسل، وزوده بالعقل حتى يهتدي إلى خالقه جل جلاله. الذين قالوا أن الإنسان يهتدي هكذا بالطبيعة سئلوا هذا السؤال البسيط: على ما ترتدي الملابس في الشتاء؟ ليش تلبس؟ لماذا تلبس الطاقية وتغطي رأسك إذا نزل الثلج أو المطر تحمل المظلة؟ لماذا إذا جعت تأكل الطعام؟ هذه تحصل مع المؤمن وغير المؤمن. هل هذا الذي تفعله هكذا بلا سبب؟ حتى سئل أحدهم بأن هذا الحذاء الذي تلبسه ما وظيفته؟ ليش ما تمشي حفيان؟ قال: مشان حماية القدمين من الشوك، من الزجاج، من الحصى. فيا أخي، إذا كنت تعرف السبب لملابسك وتعرف لماذا تلبس الملابس الشتوية في الشتاء والملابس الصيفية في الصيف، ألا تعرف لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر عظمة الخالق وآيات الهداية في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الذي قدر فهدى، ليش هذه العيون اللي خلقها الله سبحانه وتعالى ما كانت الرموش مثل المشابك؟ ليش هذا الجفن يتحرك مثل المساحة؟ والجمل خلق الله له غشاء، غشاء يعني مثل النظارة الشمسية، مثل النظارة الواقية في الرمال، تقوم عواصف رملية ويمسح ولا كأن في شيء، ينزل المظلة ويغطي جفن داخل الجفن. شو هالآية؟ شو هالعظمة؟ هذا الصقر يحلق على مسافة كيلومتر يرى فريسته، والإنسان ما هو مطلوب منه يشوف من 3 كيلومتر، الله أعطاه على قد ما يلزم. الذبابة اللي ضرب الله الإعجاز فيها سبحانه وتعالى، فيها عين الذبابة ما بين 4000 إلى 5000 عين وعدسة موصولة بالدماغ، من وين ما تجيها تطير هذه الذبابة اللي مو عاجبة أحد، ضرب الله المثل فيها. والعدسة اللي تصور فيها الذبابة أدق من كل الكاميرات اللي وصلت إليها التكنولوجيا الحديثة. هذا يدل أن الإنسان يفكر. البعير يأتي هذا شوك وهذا مر، المرة الثانية ما يأكل.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الصقر يرى بالعينتين، ليش؟ لأنه عنده مهام، عنده وظيفة، ويحلق فيأخذ العظم إلى مسافة كيلومتر ويرميه بمحاذاة الصخر فينكسر ويستخرج ما فيه من المخ والنخاع. طير تنظر إليه أنه هل هذا له عقل؟ الله هداه وزوده بالآلات اللي يعيش فيها، زوده هداه بما يضمن حياته، بما يضمن حياته. والإنسان أحبتي الكرام يأتي هذا الجنين ويصرخ من بطن أمه ويبكي ويطلب الطعام، وأول ما يحس أن والدته قربت منه يفتح فمه. كيف اهتدى إلى الرضاعة؟ كيف اهتدى وهو لم يرى أمه قبل ذلك ولا رضع قبلها المرة؟ ابن دقيقة يأتي إلى الدنيا فيرضع ويجوع ويحس بألم الجوع. هذه هداية الله للخلق يا أحبتي الكرام. فالناس محتارين الآن ويختلقون المشاكل في قضية الإيمان. قيل لأحد رواد الفضاء: هل ترى هذه المركبة الفضائية؟ قال: نعم، نحن صنعناها. قال: تعرف أنه عندنا واحد، يعني المهن كلها خير وبركة، الله يبارك في العمال والصناع، يعني لولا اللي كما يسمى مهندس النظافة في بعض البلدان اللي يحمل هذه الأشياء وراتب وراتب وزير، قال لولا هذا الإنسان اللي يشيل هذه النفايات شو يصير بالدنيا؟ بعض الدول تعاني من قلة النظافة. فقالوا له: إن الذي صنع هذه المركبة الفضائية هو عامل النظافة عندنا. قال: مستحيل. قال: مستحيل أنها. قال: طيب ليش مستحيل؟ قال: لأنه هذه دراسات تحتاج مهندس يفهم بالصناعة ومهندس يفهم بالحرارة، وكذلك صناعة المعدن، أي معدن يتحمل الحرارة فوق الغلاف الجوي، تذوب المعادن، شو هالمعدن اللي يتحمل؟ بعدين داخل المركبة ملابس رائد الفضاء، أتظنون هذه هكذا الخياط يفصلها؟ هذه البدلة الواحدة تكلف ملايين، مجهزة مجهزة حتى ما يختنق رائد الفضاء. فقالوا لهذا اللي ما يؤمن بالله، قالوا: هذه عندنا نصنعها، أي واحد خياط يسوي هذه البدلة؟ قال: مستحيل. قالوا: يا أخي، وليش الكون عندك خلق بدون خالق، والبحر بدون خالق، والجبال بدون خالق، وشروق الشمس عندك كل شيء بلا نظام وبلا هداية، هكذا كل شيء خلق بدون الله سبحانه وتعالى؟ ليش يا أخي ليش؟ لماذا لا يكون هناك خالق مدبر للكون؟ الله يهدي هذه المخلوقات ويدبر أمورها. فقط لما تصل إلى الله تتوقف وعقلك ما عاد يشتغل؟ أقول لك بدلة رائد فضاء عامل نظافة صنعها وخيطها ولا تصدق، تقول: مستحيل، هذا شو عرفوا بدرجات الحرارة وما أدرى بالفيزياء وبالكيمياء؟ كم من الرواد السابقين توفوا حتى وصلوا بالتجارب، تجربة وراء تجربة، حتى الآن الرائد يطلع ويرجع ويصور الفضاء. اليوم نحن نقول لك: هذا تدبير الله، وهذا علم الإنسان ما لم يعلم، فلهذا الكون مدبر وهو الهادي سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله الهادي الذي هدى كل شيء، هدى كل شيء حتى النبات. ليش النخلة ما جعل التمر يطلع تحت الأرض؟ هداية من الله. لو وضعت البذرة هذه وضعتها في التراب، المفروض أنها تنمو تحت التراب، كيف استدلت بأن يكون رأسها إلى الأعلى ولها موسم رطب وتمر
هذه هداية الله سبحانه وتعالى حتى للنباتات وللمخلوقات وللإنسان. فالواجب علينا أحبة الكرام أن نتوجه إلى الله عز وجل وأن ندعوه بأسمائه الحسنى ونتضرع إلى الله، وهذا هو سر أسماء الله الحسنى، سر الدعاء أني نفهم معاني أسماء الله ونعيش مع الله بقلوبنا وأحاسيسنا وإيماننا ونتوكل على الله وندعو الله لا إله إلا الله الهادي، سبحان الله الهادي، نستغفر الله، وهكذا ندعوه بأسمائه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فاليوم بعد هالدرس وأنت تعمقت في معنى هداية الله للخلق، اللهم اهدنا فيمن هديت، فتشوف الله يهديك. اهدنا الصراط المستقيم، هذا من اسم الله، فعل اهدنا من اسم الهادي. اللهم اهدنا فيمن هديت من اسم الله الهادي، وهديناه النجدين من اسم الله الهادي. فلما تعيش بهذه الحالة وصار معك موقف، يا رب دلني، يا دليل الحائرين، يا الله يا هادي اهدني، الله يهديك. احترت في أمر، التبس عليك أمر، ولا تعرف أحد الذين هم من كبار الدعاة في أمريكا قال توضحت لي صورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن كيف أنا كنت يعني العدو الأول للإسلام، وين في حاجة عن الدين أشوه صورة الإسلام. عنده قناة فضائية، عنده إذاعات، سبحان الهادي سبحان الهادي. قال فرحت ورا الغرفة، طلعت وفي جوف الليل، قلت يا هادي اهدني يا رب، أنا احترت وصورة الإسلام تبينت لي أنه هي الحق، والآن أنا لو أني أقول أني أصبحت مؤمن بالله ومسلم ربما هذا يسبب لي حرج. قال والله ما رأيت نفسي إلا أمام المسجد، إلا أمام المسجد، وما كنت أتصور أني أرى مسلم بسبب ما يسمونه الإسلامفوبيا وتشويه صورة الدين. وإذا بهذا الرجل يأخذ بيدي ويعلمني، ولا أنسى فضله، والرجل ما هو عالم وله فقيه وله من العلماء وله من الخطباء، قال فقد تعلمت من أخلاق التاجر المسلم، هو تاجر. سألته عن الدين، قضايا الإيمانية عند كل المسلمين، تسأل الكبير والصغير في قضايا الإيمان بالله أي واحد يجاوبك، وحصل هذا هنا في هذا المركز. جاءتنا كاهنة من الصين لها 5000 تابع، دخلت هذا المركز قالت عندي أسئلة ما حد يجاوب عليها. قلنا بسم الله والله أكبر، والله ما سألت سؤال في العقيدة، هذه بضاعتنا وهذا شغلنا. فوجدت الأسئلة الشافية عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ورجعت تدعو أتباعها، 5 ملايين تابع لامرأة، تعلمهم السحر، تعلمهم الشعوذة، تعلمهم عبادة الجن والشياطين، فأسلمت في هذا المركز. سبحان الهادي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.